اهلا وسهلا بيكم، وليا الشرف كله ان انا في مؤتمر استاذتي الدكتوره الغاليه استاذه الدكتور شيرين عبد الغفار، ودايما ممتعانه بالعلم ومجمعانا في العلم يا رب دايما. وطبعا شرف ليا ان انا ابقى مع الساده الشير بيرسون الاستاذه الافاضل واستاذتنا طبعا الاستاذه الدكتوره سناء يوسف. يعني ليا كل الشرف ان انا متواجده في نفس الجلسه معاها، وبرحب بالساده الاودينس الاطباء الموجودين كلهم. وليا الشرف اني اقدم طبعا الدكتوره فاتن عماره التمويل السكني مديره الاداره، وتنورينا حضرتك بالتوك باذن الله وتمتعينا. رايتس فور تشيلدرن ويز دايابيتس. اتفضلي دكتوره فاتن. طبعا قبل ما الدكتوره فاتن تتكلم، دكتوره فاتن كل يعرفها وكل يعرف مجهوداتها واداره التدريب في التامين الصحي، شهدت طفره يعني كبيره جدا وحماسه شديده في التدريب وفي التوعيه على ايديها، وغير طبعا الشغل مع المبادرات الرئاسيه، غير الشغل بقى العيادات وعيادات الربط وعيادات الغدد وعيادات الاطفال والتغذيه. فاحنا بنشكرها جزيل الشكر على المجهود اللي هي بتعمله، ويعني ولسه بتعمله وهتعمله اكيد، ودايما يا رب بالتوفيق والنجاح. اتفضلي يا فندم. شكرا جدا دكتوره شيرين، شرف ليا ان انا وسط مؤتمر حضرتك وسط اساتذتي، ويعني طلاب كبيره في الانتربرينولوجي ومختلف فروع طب الاطفال. انا سعيده جدا بحقيقه، يعني مهما قلت مش هقدر اعبر عن السبورت الكبير لكل الاساتذه اللي موجودين. ادوني انا شخصيا ادوني قوه كبيره وشراكه بين التامين الصحي وبين كل الجامعات. في الاول انا حضرت ان انا بتركت عباره مدير اداره التدريب، ومقرر لجنه السكر ومقرر لجنه المواد الرئاسيه لكشف عن امراض السكر. قبل ما ابدا انا عاوزه اسال حضراتكم سؤال، يا ريت بس يعني السؤال بيقول حضراتكم شايفين ان الطفل اللي عنده سكر بياخد حقوقه او حاصل على حقه؟ اللي شايف انه حاصل على حقه يرفع ايده. طيب اللي شايف انه حاصل على حقه بنسبه 70% يرفع ايده، 60%، 50%، 40%. تمام، نفس تقريبا اللي قدرت. يعني انا كنت في الصعيد في مؤتمر جمعيه الصعيد مصر للسكري، سالت نفس السؤال بالنسبه للقدرت، وتقريبا كان الرد القدرت واخدين حقهم بنسبه 40% رغم كل المجهودات رغم كل المؤتمرات رغم كل الشغل ده كله، ولكن من المؤتمر ومن الواقع كان الرد لا، الأدل اللي هم صوتهم عالي اللي هم بيقدروا يتكلموا اللي هم بيقدروا يعبروا اللي يعني مختلفين عن طبيعة الأطفال، ومع ذلك كان رد الجمعية اللي شغالة من سنين طويلة لا يحصلوا إلا على 40%. فأنا جاي النهاردة دكتورة شيرين كانت يعني قالت لي تحبي تتكلمي عن حاجة في المبادرة، دكتورة شيرين أنا حابة النهاردة أتكلم عن حقوق الطفل اللي عنده سكر وإحنا عملنا فيها إيه وهنعمل زي ما هي بتقول فيها إيه. كان أول وثيقة السكر مش الأطفال، كانت الانترناشونال انستيتيوشن، ودي كانت ببلش. احنا كهيئه احنا دورنا ايه او الفيجن ايه والتارجت عندنا، احنا عاوزين كل طفل يحصل على اوبتيمال ميديكال مانجمنت، عاوزين يبقى عندنا سنترز طريق للاطفال، عايزين نوفر خدمه فيها دواء فيها دكتور مؤهل فيها نرس مؤهله فيها فارماسيست مؤهل فيها حتى الادمنستريشن اللي موجود يكونوا مؤهلين للتعامل مع الطفل، يبقى منظومه كامله تكون متوفره. البدايه كانت من 2019 لما جات مشكله من الاطفال ومن اهاليهم، ان الاطفال قالوا توجهوا للوزيره بشكوى الاطفال لا تحصل على حقها من العلاج ومن الشرايط التأمينية. الشكوى دي كانت محل اهتمام كبير، وتم تشكيل لجنه عليا للسكر، وطبعا الاساتذه اللي مشاركين معانا دكتور سامح دكتور معطيه دكتور مزاري دكتور عبير عاطف، كانت مجموعه في الحقيقه هم في خلال ايام كانوا موجودين علشان يتم يعني النظر هو الاطفال بتاخد حقها ولا
تاخد حقها في الشرايط ولا لا؟ لا انت تغيرش بتاخد حقها. هم كانوا فاكرين هم بيطلبوا حاجة مطلب يعني كبير، وما في الحقيقة كانوا بيطلبوا بالمنمو، عايزين حقهم في الشرايط اللي هم كانوا ثلاث شرايط اب تو اربع شرايط، ده فور فري والرابع كوبينت. او بتتوفر في وقت مش بتتوفر، وانا عارفه ان في ناس بتقول يعني ما احنا احيانا مش بنلاقينا، دي حقيقه بتحصل مع العدد الكبير. حضراتكم عارفين احنا عندنا 30,000 طفل مسجلين ده ريجسترد في المراكز، وحسب بيانات التمويل الطبي 50,000 طفل على البيانات الصغيره دي، ان احنا بنوفر ل 50,000 طفل كل شهر 14 شرايط. حتى لو البادجت موجوده عندنا احيانا توفير الشرايط ما بيبقاش يعني طول الوقت نوفي بيه، انما احنا عندنا قاعده ان ده حقنا. كان في بسرعه حطينا ماب او حطينا تارجت لينا ان احنا نشتغل على سنترز بسرعه، والسنترز دي ليها كرايتيريا. احنا وصلنا دلوقتي في خلال 3 سنين من الشغل، كان يتخلل من وقت الكورونا، وكان ساعتها زي ما بيقول لا صوت يعلو على صوت الكورونا، ما كانش مقبول ان احنا نتكلم عن سكر او مرض السكر. الحمد لله الماب عندنا النهارده 28، احنا عاوزين طبعا نوصل لكل مكان اللي يكون فيه مرض السكر. القاهرة فيها أطفال مصر ومصر الجديدة والأمريكية ومدينة مصر زي ما حضراتكم شايفين عشان الوقت. المراكز دي بتبقى دافئنا، ده تم استجابته كان المحافظ استجابته، وكان بدعم كبير من أحد الشركات شركة أسرة. ده مركز السكر الأمريكية تم افتتاحه من حوالي سنة ونص، وكان كومبليتلي بدعم من شركة نوفو. الشركات مش بسهوله انها بتعمل انفراستراكشر ولا بتفند لمراكز، ودايما بتتكلم ان انا اعمل مؤتمرات او اعمل تريننج، لكن الحمد لله احنا كانت الشراكه مع الشركات، احنا عاوزين مراكز سكر مراكز بجد ناس كويل ترين، مش عاوزين نعمل رخام وحيطان، احنا عاوزين نعمل مراكز قويه. مركز السكر الامريكيه ده مركز سكر اطفال مصر، ده فند كامل من احدى الشركات شركه بترونيك. المكان ده اتعمل فروم سكراتش من الشركه، وتم تشغيله فعلا، وفي مكان للإديوكيشن ده الفيوم طبعا اللي افتتح بيها، هنا المنصوره عندنا المنوفيه، هي ليها انفراستراكشر، في مكان طبعا في الريسبشن بيبقى كله كمبيوترايز، عندنا كل مراكز السكر في ريجستري كامل ليها، توصل على زي نظم المعلومات، يعني احنا دايما عندنا البيانات بتاعت الاطفال، وده خد وقت الحقيقه يعني ومجهود عشان نشتغل فيه. ده الاريا، وبيبقى في مكان للهيلث اديوكيشن، في مكان للمجرمنتس بيتاخد، القوى البشريه ودي كانت اهم حاجه، اللابس برضه بتبقى موجوده، لسه انا هضطر يعني عشان الوقت. الصيدليه الحمد لله كان في فرصه ان اتحركنا في الصيدليات ونشوف الاحتياجات، ومثلا اهم صيدليه الوادي الجديد ما كانتش صيدليه مخفر او يعني مدعمه، الحمد لله ممكن الصيدليه دي فرقت كتير قوي، لان كانوا الاطفال علشان ياخدوا علاج معين او بيمنت بيروحوا لاسيوط، الحمد لله في خلال يمكن اسبوع الصيدليه اشتغلت في الوادي الجديد. التشكيل بيبقى سبيشالست وكونسلتنت ومفروض كلينيكال نيوتريشن، وده اللي احنا بنشتغل فيه، اي مكان مفيش كلينيكال نيوتريشن بنتعاقد وبنقدر نروح. كلينيكال نيوتريشن مين؟ دكتورز. مش كلينيكال نيوتريشن مش دكتور، احنا لازم يكون الموجود دكاتره ورمك ولاب دكتور وفارماسيست ونيرس وداتا انتري. اساسي الداتا انتري الدكتور بيكشف الداتا انتري، بيحط كل عشان ما ينفعش الدكتور الصراحه في التجربه يعمل الاثنين. الحاجه المهمه اللي بتبقى موجوده دايما ان على طول بنتاكد ان في ريجستريشن حاصل ومش بيوقف. كان في تريننج خلال السنه دي فقط كان على مستوى الكونسلتنتس، وكان في ورك شوبس على الريزن تكنولوجي حوالي 56، ده يا اما الهيئه بوزاريه الهيئه او بفند من الشركات. كان في عندنا 165 دكتور وبيدياتريشن وفارماسيست،
كانت الحاجه الجميله اللي احنا شغالين فيها وستيل احنا عندنا بلان في الفتره الجايه تو سيرتيفاي والديكيتورز البارت بتاع الديكيتورز بس كل الكرونيك ديزيز احنا عايزين هنشتغل عليه ان شاء الله سبيشال دايبيتس هيكون في شغل فدول كانوا 150 ديكيتورز و80 ديتا انتري و80 جربوا على ابلكيشن او تكنولوجي سمارت بيكس. سمارت بيكس تكنولوجي دي هي عمل التأمين الصحي بس اللي عندنا على حد علمي اللي موجود في كتير من مراكز السلطة. ده كان المثال لليوم التدريب الكونسلتنت الإديكيتورز وعمل بينهم كومبيتيشن وكان يوم يعني جيد جدا. طبعا الداتا انتري وداتا دي كان مثال الكوميونتي اويرنس بروجرام اللي شغاله في كل حته وفي الفروع بتشتغلها. يعني احنا بنشتغل مركز الفروع الصراحه يعني طبعا دكتور تامر شغل رائع في الكوفيه دكتوره رشا في الفيوم عاملين شغل رائع في حته الاويرنس. يعني احنا اللي بنتعلم منهم وبنقلدهم الصراحه طبعا حضرتك بنقلدهم فيه الادمنستريشن والفرع الشيك اللي بنشتغل بيه. طبعا بعد حضراتكم لو اي حد يحب يعني يشوف سامبلز من السامبلز انا بساعده. كانت الجزء المهم جدا طب هو حق الاطفال اللي عندها سكر العلاج التشخيص صوته يكون مسموع ده حق اللي هو على فكره يعني المريض يبقى صوته مسموع حقه في المدرسه اخباره. احنا بنتكلم عن علاج في حقوق جنرال بقى يعني تبقى الحل كونفيدنشياليتي وكل الحقوق التانية جنرال لكل مريض. لكن في حقوق خاصة جدا لطفل السكر اللي هي في المدرسة أخبار الطفل اللي عنده سكر في المدرسة إيه مأساة وكل ما نحن كلمة ويمكن الناس عارفة الممارسات اللي بتحصل في المدارس في الامتحانات. لسه سامعة دلوقتي إن في بعض المدارس بتخلي الطفل اللي عنده سكر أو أمراض مزمنة ما ياخدش التطعيم إن الطفل ما بيتقبلش في المدرسة. أنا جالي أب قال لي إن البنت كانت في مدرسة ومدرسة في التجمع تم استدعاء ولي الأمر فقال له لو سمحت إيه بنتك في مدرسة تانية برغم إن مديرة المدرسة شي إز دايبيتك. حاجة غريبة جدا يعني هي دايبيتك ومش عاوزة حاجة هي مش عاوزة تفتح نفسها ما تحطش سيستم هاو تو ديل وذ دايبيتك ستيودنت. فده كانت مشكلة كبيرة. فالحقيقة معلقنا العلمية يعني لقينا ان المنوفية عاملة وثيقة لحقوق الطفل وتوزعها على المدارس. احنا قلنا احنا لازم يكون في تواصل مع التربية والتعليم نقول لهم ان في حاجة اسمها وثيقة حقوق الطفل اللي عنده سكر. عملنا اجتماع مع التربية والتعليم المسؤولين ووريناهم الوثيقة بتاعتنا وقلنا الوثيقة دي لازم تفعل ويمكن كانت ايام امتحانات الثانوية هاي الثانوية العامة لما جالنا ان بيمنع الطلبة ان هم يدخلوا بأي جهاز بيمنعوا من ممارسة اي ابسط الحقوق. فالوثيقة طلعت في الوقت ده قريب تم اعتمادها من رئيس الهيئة والسنة. الوثيقة بيقولنا بيقول ايه؟ الوثيقة الأزهر والتربية والتعليم بدأت تتكلم عنها يمكن حضراتكم ما سمعتوش عنها لأن تفعيلها لسه. انما هذه أول وثيقة في مصر يتم فيها ذكر وثيقه حقوق الطفل. حضراتكم لو عملت سيرش وكتبت وثيقه حقوق الطفل مش هتلاقي غير الوثيقه دي اللي تم نشرها. وثيقه حقوق الطفل اول بند فيها بيقول المعامله بالمثل دون تمييز او تفرقه عند التسجيل بالمعنى الاول بس. من حق الطفل قياس السكر في اي وقت وحسب الضروره. يسمح بتناول وجبات خفيفه. يسمح له باخذ الانسولين في اي وقت واي مكان وحسب الضروره. حيث مين اللي هيدي الانسولين؟ الحته دي محتاجه يعني تفصيل شويه وده اللي هنشتغل عليه. مين اللي هيقيس؟ هل ولي الامر هنجيبه؟ النيرس اللي موجوده؟ هل احنا عندنا ده يسمح بان نعمله؟ ده الحقيقه النقطه دي محتاجه تفصيل كتير. عدم ترك الطفل دون ملاحظه ويتم اتصال بولي الامر في حاله وجود امر طارئ. مراعاه الحاله الفرديه في حالة عمره عيادة. يسمح للطفل ممارسة الأنشطة والاشتراك بالرحلات. هم هنا خدوها وكتبوها معك احنا كنا كاتبينها في المدرسة. يعني طبعا بشكر الأصغر على إن هم نشروها وإن لم تفعل. لكن على الأقل بقى عندنا خريطة طريق يعني. دور التوفير قاعدة بيانات وده دورنا كتأمين صحي. في الحقيقة إن لازم نريجستري في المدارس
كل مدرسة مين اللي فيها، عشان احنا هنعمل اويرنس مش للطلبة بس، للي حواليهم ازاي مفيش تنمر، والاطفال دي بتبقى نجلكتد بطريقة يعني حضراتكم ممكن تسألوا وتشوفوا هي عاملة ازاي. يروح الطالب في أي وقت ياخد أغذية ومشروبات في مصر المعهد، الامتحانات والامتحانات يقدر يقيس بكافة الوسائل ويعرفوا ايه الوسائل اللي بتقاس بيها. الناس لسه مش اوير اللي بتركب هنا او بتتحط هنا دي اي علاقه، ما يمكن حاجه بيغشوا بينا. ففي الحقيقه ده دورنا بقى ان احنا نعرفهم هو ايه اللي الطفل او الطالب بيحتاجه، ياكل او يشرب وقت ما يحتاج، استدعاء طبيب اللجنه في الامتحان حال ظهور اي اعراض. الوثيقه تم نشرها في الجرايد وقالوا ان التامين الصحي تعميم وثيقه للطالب مرض السكر خلال الامتحانات. ده اللي احنا اتكلمنا فيه بس هنا مترجمه. يمكن الادرس مش السكوب اللي كان فيه، انما انا عايزه اقول لحضراتكم الحاجه اللي انا قريت فيها بقى لما قريت عن الادرس. ايه حقوقهم؟ مش من حق اي حد ان يمنع حد في وظيفه عشان عنده سكر، مش من حقه انه يساله عندك سكر ولا لا، الا اذا وهو بيقول له انا عندي سكر عشان توفر لي مكان اقدر اكل فيه في اي وقت واقدر اخد الحقنه بتاعتي اذا كانت الوظيفه بتاعته. مفيش خطوره من انه يكون مصاب بالسكر، بيتم برضه تقييم الموضوع ده. يعني محتاجين اعاده نظر في موضوع الادرس وتعمل لها كرايتيريا، لان بيترفض لمجرد انه عنده دايابيتس بيترفض الوظيفه بتاعته. ففي وثيقه كامله منشوره بتفاصيل كيفيه التعامل مع الدايابيتس. وي ار فار في موضوع الادرس ان احنا نتعامل معاهم الصراحه، بس جاست ان انا اعرف حقي هقدر بعد كده ان انا اقول انا فار قد ايه او انا قريب قد ايه، لكن ان انا امنع من ان انا اعرف حقي ما ينفعش. احنا يعني خلال النهارده امثل الهيئه وامثل اداره التدريب وتطبيق الاطفال وام قبل اي حاجه، يعني اني اقول ان حق الاطفال ده مش منا او فضل مننا، ده حقهم. في الامارات عاملين وزاره اسمها وزاره السعاده. To be happy. يعني دايما كانوا بيتكلموا يقول ايه، يعني احنا عاوزين الناس تبقى happy. احنا عاوزين الناس تاخد حقها والدرجه اللي اعلى كده تبقى happy. فهل احنا ماشيين على تراك؟ يعني we hope ان احنا ماشيين على تراك مع بعض. هو كان في فيديو بس اعتقد التايم كده علشان نبعت كده. يعني الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول ان ربنا بياتي الملك لمن يشاء ويرفع الملك لمن يشاء. الملك ليس سلطه ولا كرسي ولا مال فقط، لكن الملك علم. يعني ربنا يديله العلم ويديله البوزيشن انه يقدر يخدم الناس ويعلم الناس ويديله كل اللي يقدر ويأثر، اعتقد هيبقى حسابه مختلف. والحمد لله احنا كلنا ربنا ادانا من العلم والدرجات. يعني اكيد في ناس عندها علم، لكن ربنا بيبارك في العلم، بيبقى فعلا العلم من ربنا العلم اللي يكون مقرون بخدمه ونفع. احنا كهيئه بنقدم خدمه ل 60% من المصريين، يعني بنقدم في الاخر سيرفيس بنوصل لدرجه ان احنا عاوزين نببلش ابحاث، نببلش ونعمل ابحاث ده هدف، انما الهدف من الاول خالص ان انا اقدم خدمه لائقه انسانيه وشكرا جدا. مبادرتكم بان انتم تبتدوا تكتبوا عن حقوق الطفل، ويا ريت تديكوا عامة معانا كل الكرونيك بيشنتس مش بس الدايابيتك بيشنت. وفي جزء يا ريت تكونوا دايما برضه مضاف في كل الاماكن دي السايكولوجيكال سبورت اللي احنا المفروض يكون يعني عارفه بصوره الزاميه في كل المدارس، ازاي ان احنا نقدر نعمل لهم سبورت وابريزنج ليهم عشان يقدروا يكملوا في المشكله اللي موجودين فيها، وازاي نعلم الاصحاء ان هم يتعاملوا مع الكرونيك بيشنتس اللي موجودين حواليهم ما بيهمش يبقى في ديسكريميشن طول الوقت. فاحنا محتاجين اويرنس عالي جدا في المجتمع، وده من حق الطفل المريض وحق الطفل النورمال ان هو يفهم انه ممكن في اي لحظه يبقى زي الطفل ده. فاحنا المفروض نفهمه ازاي هم هيتعاملوا وده ديسكريميشن. تمام، هي مبادره
يعني بداية المبادرة جديدة جدا. احنا بدأنا من 2019 وسميناها سكري صديقي، يعني احنا مسميين الاشن بتاعتنا سكري صديقي وفي كل الاسبكتس. يعني هو الكلام الساعات النظري بيبدو لطيف جدا وسهل جدا التنفيذ، لكن على الارض هو دي بقى شغلتنا في التأمين الصحي. يمكن الدكتورة أمل موجودة معانا، الشغل على الأرض ليه مرتبط ساعات بيبقى فرق كتير عن التنفيذ. بتبدأي الطريقة بتلاقي الدنيا، فبتغيري البلان، بتكستمايز على البلان أفوردنج ليه، كيف أكتر برايورتيز عندك إيه في الوضع الحالي. فالحمد لله يعني إحنا هو شغل جميل، بس شهادتي مفروحة لأن الدكتورة فاتن رفعتي وحبيبتي، فأنا يعني هنا كان في نفس الوقت أنا عارفة إن هي من الناس اللي عملت تغيير جامد جدا في التدريب في التأمين الصحي، وبالتوفيق إن شاء الله. معايا دكتورة شكرا للجميع على كونكم مصابين معانا وصامدين للنهاية وهضميكم في تمام المسح. وأنا الحقيقة اللي هقدم الختام بما يعني مش مسوية يعني في القعدة هنا، فاسمحوا لي إن أنا أقدم ختام الجلسة وآخر المتحدثين. أول طبعا بشكر الدكتورة شيرين، والحقيقة كانت فرصة حلوة إن أنا أشوف النجاح الجميل بتاع مؤتمراتها. هتبتدي الحديث معانا في اخر الدور هتبقى استاذتنا الجليله الاستاذه الدكتوره سناء يوسف. اللي ما عرفهاش من حضراتكم هي